استقرت أسعار صرف الدولار اليوم السبت 22 تموز 2023 على ارتفاع في بغداد والمحافظات. وقال مراسل بغداد إن أسعار صرف الدولار استقرت عند 152,000 دينار مقابل 100 دولار. قائمة بالأسعار: بغداد سعر البيع 152,000 لكل 100 دولار، سعر الشراء 150,000 لكل 100 دولار. الشمال سعر البيع 152,000 لكل 100 دولار، سعر الشراء 150,000 لكل 100 دولار. الجنوب سعر البيع 152,000 و250 لكل 100 دولار، سعر الشراء 150,000 و250 لكل 100 دولار.